اهلا بيكم، معاكم مارلين من قناتي الجديده لينا يولاند. ان شاء الله تعجبكم. حبيت النهارده ابتدي باول وصفاتي معاكم بعمل الكاسترد او كريم باتيسير او الباستري كريم. حبيت ابتدي معاكم عشان بتدخل معانا في حشوات كتير للحلو، ان شاء الله هنفذها معاكم وطريقتها احلى كتير من الجاهز. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، هعملها معاكو خطوة بخطوة وهنتعلمها من القلب. ويلا بينا نبدأ. قدامنا زبدة وسكر وبيض ونشا وفراولة ولبن وفانيليا. هنحط البيض في البولة اللي هنبدأ بيها. نحط 4 بيضات، 2 صفار و2 بيضتين كاملين. نحط 1 كوباية سكر، ونحط فانيليا، واحنا في وقت ما احنا هنضرب البيض هنحط اللبن على النار. تمام، يعني وقت ما هنضرب البيض قبلها نحط اللبن على النار. نبتدي نحط اللبن. هنسيبه بالظبط يغلي، ما يغليش، ما يوصلش لدرجة الغليان. دي نقطة مهمة جدا، يعني يبتدي لسه هيغلي نكون احنا خلصنا البيض وضربنا نيجي نقلبه عليه. شايفين دلوقتي اهو البيض هنضربه، حاليا اللبن على النار، دلوقتي هنضرب. بعد ما ضربنا ال4 بيضات اللي احنا حطينا لهم الفانيليا والسكر، نحط معاهم معلقة، 2 4 معالق نشا كبار مثلا. نتابع دلوقتي مع بعض. كل البيض مع النشا ضربناه كله خلصناه، دخلوا بعض خلاص تجانسوا. دلوقتي هنشوف اللبن على النار. دلوقتي هنعمل خطوة مهمة جدا، هنجيب شوية لبن سخنين على البيض عشان خاطر يبقى فيه تجانس شوية في السخونية، ما يبقاش ساقع على سخن على طول. هنقلب شوية شوية. ريحته جميلة، يعني لو تقدروا ما ريحتي مش هتعرفوا طبعا، بس ريحته جميلة خالص الحقيقة. شوية تاني عشان نتأكد برضو ان هيبقى ما يحصلش غلط معانا، لان اي غلطة فيها بتتكتل في الاخر ومتبقاش حلوة. شوية كمان تانيين عشان ابقى متأكدة خالص. خلاص كده احنا خلصنا الخطوة اللبن على البيض. دلوقتي هنجيب بقى البيض على اللبن الرئيسي اللي على النار، نحطه واحدة واحدة. كده اهو، ونقلب بسرعة. نفضل نقلب بسرعة جدا زي ما انتوا شايفين، نفضل مستمرين في التقليب. الخطوات دي مهمة جدا طبعا عشان خاطر نضمن النتيجة في الاخر تبقى مظبوطة. النتيجة زي ما انتوا شايفينها بقت ماسكة نفسها خالص. دلوقتي في خطوة تانية برضو لازم نحط لها سنة زبدة، زبدة صغيرة. نقلب. نقلب كله يتجانس كله مع بعض. اللمسات البسيطة دي بتفرق جدا في الطعم، في الاخر بيبقى طعم جميل. نجيب كده هنا الفراولة
تقطعوها كده، تقطعوها بس هو يستحسن بتبقى كده شكلها ألطف. طريقتي ادي النتيجة النهائية. حقيقي بيبقى طعمها جميل جدا، وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه يعني، هي فعلا جميله خالص، هيحبوها جدا الاطفال الكبار برضو. انا عن نفسي بفضلها جدا بالفراوله، بس لو في اي متاح اي نوع فاكهه تاني مفيش اي مشكله يعني، كله حلو. ودي النتيجه النهائيه، اتمنى تكون عجبتكم، وفعلوا زر الجرس ولايك وشير للصفحه لقناتي، عشان كل ما يبقى فيه تفاعل كل ما اقدر اعمل حاجات تانية اكتر ان شاء الله هتعجبكم. كانت معاكم مارلي من قناة لينا يولاند، وشكرا لمتابعتكم.